قامت لجنة الاستثمار للمجلس الشعبي الولائي لوهران يوما دراسيا حمل شعار الاستثمار والمناطق الصناعية. اللقاء الذي جمع السلطات المحلية بمستشاري الولاية كان فرصة للاستماع إلى المشاكل والعراقيل وكذا بحث سبل تطوير وترقية الاستثمار في الولاية. ياسين حسين رصد التالي. هذه الاستثمارات إن شاء الله تكون يعني استثمارات اقتصادية منتجة وليست خدماتية، هذا اللي ما نصبوا إليه. وكذلك غادي نطرقوا النقطة الثانية وهي لي زون داكتيفيتي والمناطق الصناعية، نشوفوا نعالجوا ونطرقوا المشاكل اللي راهي تعاني منها هذه المناطق الصناعية ومناطق النشاط. في هذا اليوم الدراسي حاضرين معنا مستثمرين اللي ممكن تاني هما عندهم مشاكل اداريه ومشاكل في التيران اللي نلقوها. ان شاء الله كل هذه المعاناه ان شاء الله نكونوا مرافقين باش نقدروا نحصروا هذه المشاكل ونقضوا عليها. ولايه وهران نظمت يوم دراسي حول الاستثمار، والحمد لله الولايه وفرتنا كل شيء، وعندنا تعاقل غير من لي ترونسبير دو دوسي من لانفستيسمون الولايه وهذوك لي زافي فابوراب.